ننتقل للمهندس أسعد ونتكلم عن تنقلات الشيخ حمى بين الولايات ومدن السلطنة. حدثنا عن هذا المحور مهندس. كما ذكرت سابقا أن الشيخ حمد لم يمتلك ذلك الوقت الكافي للترحال، فقد كرس كل حياته في خدمة الدين والمجتمع وأهله، ولكن كانت له عدة زيارات داخلية لمريديه في الولايات المذكورة سابقا، وهي ولايات شناص وصحار وصحم وبركة، وكذلك ولاية صور لمرات عديدة. أنا أسأل عن صور، مع بعد صور عن مطرح. نعم. يعني هل كان يتعلم هناك؟ هل كان يعلم؟ نعم. هل كان له صلات تجارية مثلا؟ والله الشيخ كان له بعض التلاميذ في هذه المناطق. نعم. فهم من درسوا في مدرسة الشيخ سالم بن عبد الخنجري، فكان يتواصل معهم. نعم. طبعا التواصل يتم عن طريق البر، وتعلم الصعوبة في ذلك الوقت. نعم. وكذلك عن طريق البحر. أكيد. فلم تكن المطارات متوفرة في ذلك الوقت. نعم. هذه عن زياراته الداخلية. نعم. أما زياراته الخارجية فقد زار البحرين وهو في طريقه لأداء مناسك الحج في منتصف ستينيات القرن الماضي. نعم. وكذلك زار الهند للعلاج في سبعينيات القرن الماضي. نعم. نعم. نتفق على أن زياراته كانت قليلة، ولكن عوضا عن هذه الزيارات والترحال البدني، فقد أمضى الشيخ حياته متنقلا ومرتحلا إلى عوالم غنية بالمعرفة والتاريخ والعلوم. نعم. المختلفة من خلال مكتبته العامرة. يا سلام. فعوض الشيء بالشيء. إذن لتنقلاته بصمة يضعها من خلال وجوده في كل مكان. نعم. ويكون كما قلنا مدرسة متنقلة في العلم والعمل. نعم. بذلك